صحيح، مش هننكر النهارده بيغيب مجموعه عن نادي الترجي، مجموعه مؤثره. عندك حمدو الهوني، معز بن شريفيه، الجول اللي اصيب وهو بيسخن الماتش اللي فات في الدوري المحلي، غيلان الشعلالي، ولكن في لعيب رياض التونسي الرياض الجزائري، ولكن في لعيبه مميزه في الترجي ولعيبه مؤثره جدا 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 هتلعب النهارده. محمد علي بن رمضان لاعب مميز للغايه، محمد علي بن حموده، ياسين مرياح ورا، محمد امين توجاي الليفت باك، محمد بن حميده، معتز بن صدق، يعني عندهم لعيبه وعندهم بدائل مميزه. ممكن يكون الخبره ناقصهم شويه لان معظمهم شباب، ولكن المباراه لا مش سهله. المباراه مش سهله. يمكن امبارح شفنا تصريحات مستر كولر، شفنا الشناوي. مستر كولر والشناوي اكدوا على صعوبه المباراه. وطبعا قالوا ان نغمه ان الماتش سهل ديت وان الترجي عنده غيابات لا، يعني مش هتخش علينا لو ليها غرض يعني. فاحنا مركزين ان احنا النهارده عايزين نعمل نتيجه ايجابيه. ممكن النهارده في بعض اللعيبه مؤثره فعلا في فرقه الترجي. تفكير بقى مستر كولر النهارده، هل هيباغت الترجي ويستغل الظروف بتاعه غياب الجماهير، واحنا عارفين الجماهير في تونس ودول المغرب العربي شكلها ايه؟ فبتبقى السلاح رقم واحد لانديه شمال افريقيا. بيغيب عنه احد اهم اسلحته النهارده وهي الجماهير. غياب الجماهير في صالح النادي الاهلي ان شاء الله. ولكن من الناحيه الثانيه بقى، تعالى ده احنا بنبص على النادي الاهلي بس نبص على الترجي. المباراه دي جايه لعيبه الترجي ونبيل معلول المدير الفني يعني مستنيينها فارغ الصبر. ليه بقى؟ هو عايز يخرج شويه من اللي هو فيه، عايز يستعيد الثقه، عايز يستعيد ثقه جماهيره مره اخرى، عايز اللعيبه نفسها وهو نفسه يستعيد الثقه مره اخرى بعد النتائج الهزيله اللي حصلت في الدوري المحلي الماتشين ثلاثه اللي فاتوا. فهو عايز يفوق، فمستني ماتش النهارده بفارغ الصبر. دي تدي له دوافع. هو عنده غيابات، عنده غيابات كمان مهمه، الجمهور عنصر اساسي، ولكن هو عايز يطلع من اللي هو فيه، فمستني ماتش النهارده فارغ الصبر، فدي هتزود الدوافع عند اللعيبه. بالتالي على الجهه الثانيه النادي الاهلي عايز يوصل للفاينل. النادي الاهلي بيبص الماتش النهارده ولكن هو عينه على الفاينل. النادي الاهلي عايز يعوض السنه اللي فاتت اللي راح منه بطوله افريقيا فيها بسبب بعض الظروف، منها ظروف خارجه عن الاراده. فالنادي الاهلي بيبحث عن اللقب رقم 11 ان شاء الله. دي خطوه النهارده، خطوه. بس خلينا اتكلم برضو بصوره اوقع. قبل كده لعبنا الترجي كتير جدا هنا، ويمكن كنا بنقول ايه، اهم حاجه ما يخشش فينا جول. زي ما قال مستر كولر امبارح في الاجتماع مع اللعيبه، انا عايزكم اهم حاجه تحافظوا على نظافه الشباك حتى لو ما جبتوش جوال. بس انا يعني ما بحبش قوي خصوصا مع الانديه التونسيه والمغربيه نتيجه 0-0 بره دي. لو تقدر تكسب تبقى حلوه قوي يعني يبقى ايه، مش هقول حسمت الامور، ولكن حطيت رجل لسه، لان الحسم دايما في الماتش الثاني. مهما كانت النتيجه الحسم دايما بيبقى في المباراه الثانيه، سواء المباراه هنا او المباراه بره. الحسم مش هيبقى النهارده، ولكن مع الانديه التونسيه والانديه المغربيه برضو 0-0 مش مريحه. يعني انا اتمنى، لان احنا طبعا غير اوروبا، اتمنى لو في تعادل يبقى تعادل ايجابي. تعادل ايجابي هيبقى في صالحك احسن من 0-0.